أو هلال العربي السوداني أو حتى سفيان هني. هل ستكون اليوم موعد ياسين بنزية وسفيان هني مع أول أهداف أهدافهما؟ رياض هنا لقال هلال العربي السوداني يسجل الهدف الثاني. كرة رياض تصطدم به، خرج في القائم الأول أمام عدد كبير من الأرجل. لما يوزع رياض خلي رجلك تضرب فيها الكرة تدخل يا هلال. جول ثاني للمنتخب الجزائري عند الدقيقة